في اليوم العالمي للمرأة هنتكلم عن أول فنانة سودانية أشهر أغانيها بلال تزورني مرة الأستاذة الغامة رائدة الفن الأصيل عشا الفلاديه مواليد مدينة أم درمان حي العباسية اسمها الكامل عائشة موسى أحمد إدريس كانت بتحب الغنى وتسمع الراديو كثير مما هي صغيرة أغاني ونصوص لكبار الفنانين زي أحمد المصطفى وحسن عطية وكمان بتقلد أداهم سجلت مجموعة من أغانيها في مصر واشتهرت بأم كلثوم السودان عملت أكثر من 100 أغنية 50 منهم مسجلة في الإذاعة السودانية وحوالي 56 أغنية تسجلوا في القاهرة غير التسجيلات في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن توفت في فبراير 1974 في أم درمان